زيكم عاملين ايه؟ معاكم العيله اللي فيها مكفيه. اولا ده ظلم، ده اول حاجه عاملين لحد يا جدعان ضرب نار. سفن ايه ورنجه ايه وليمون وبصل ايه وايه وايه سميه كل واحد وانا مش معاهم في التحدي ده. لا سميه وريهم الراس كده عشان محدش يقول كل اتنين ايه في رنجاله، كل واحد رنجاه يا جدعان. هي جدعان هي جدعان الشوكه بس اللي في النص تمام عشان ما نطولش عليكم الفيديو. كل واحده رنجايه تمام. اتفضلي كده يا سميه. والصدمه الكبيره كل واحده خمس ترغيفه. واحنا يا جماعه بنشويها يا جماعه عشان كده هي ايه بنحبها شويه. اتفضلي كده عشان الله المره التوقيت وريهم العيش يا سميه. دقيقه واحده هوريهم كل حاجه. اتفضلي كده. ما انت مش هتاكلي بقى خمس ترغيفات. بصوا يا جدعان، اتنين تلاته اربعه، ادي واحد خمسه، اتنين تلاته اربعه خمسه. هتقولوا يا جماعه كل واحد فيهم هياكل خمس ترغيفه برنجايه تمام. والعقاب لو عايزيننا نقول لكم عليه هنقول لكم عليه، مش عايزين يبقى في اخر الفيديو هنقول لكم على كل حاجه. ويلا يا جدعان انا مش في التحدي. ليه يا جدعان؟ عشان سميه بتتعب من الرنج قوي، ممنوعه منها عشان عندها صديد يا جماعه، عندها صديد فممنوع ليها نسبه عاليه يعني. فهي صعبانه عليها، صعبانه علينا يا جدعان اقسم بالله سميه، عشان هي بنحبها جدا. انا بحبها بامانه زي ما قلنا لازم نعمل رنجه بجد عشان ما تضرش. بس انا زعلانه برضه ان انا مش هاكل رنجه. وهنقول وملك يا جماعه، انتوا عارفين ان ملك بتروح عند والدتها وبتيجي وبتروح. واحلى تحيه لملك عشان ملك لسه جاي لنا النهارده يا جدعان. ويا جماعه كانت في واحده طالبه زغوتها من اسماء. مين يا ملك؟ اسمها زينب. رضوى؟ لا استني، رضوى الاول. الاول نحيي رضوى. انا رضوى متابعاكم من اسوان، ممكن تدعوا لي ربنا يكمل حملي على خير. ربنا امين يا رب العالمين. ربنا ينزل كل مشتاق. ربنا يتمم حملك على خير يا رضوى يا رب. يا رب يقومك بالسلام يا رب، واديكي ساعه سهله من عنده. وتتمني اللي انت نفسك فيه يا رب. يا رب تدعي كل واحده نفسها ربنا يكرمها يا رب. ربنا يرضيها، يكرم لكل المشتاقين يا رب. زينب بحبكم قوي، بس بالله عليكم خدوا بالكم من نفسكم. للكاميرا الكبيره عليكم يا ريت تعملوا تحديات بكميات اقل. قولي ربنا يخليكي يا زينب. يا زينب يا رب نفسي في زغروطه منكم. زغروطه يا زينب. احلى تحيه لزينب. بس الحمد لله. بس هو فاضل بس ان هم يعملوا كده. الحمد لله يا جدعان، ده فاضل منكم طبعا. اكيد طبعا. فحاولوا اشتركوا يا جدعان. اشتركوا بس، هو ده اللي احنا عايزينه منكم بس يا جدعان. ولايك ولايك، ما تنسوش اللايك. واي حد عايز اسمه في التحدي يكتب، او مثلا مقالي التحديات، اي حاجه تقولنا تحت في الكومنتات واحنا هنعملها. اي حاجه يا جدعان قولوا لنا عليها واحنا هنعملها. وانت ايه رايك يا سميه؟ انا رايي ان انا سميه حزينه يا جدعان عشان مش هتاكل رنجه. هنوضب معاكم رنجه يا جدعان دلوقتي. رجاله قسما بالله. وانا معرفش انا حاجه صعبه. بس طبق يا سميه فوق زي كده. بعد سميه ادي طبق. طب ادي طبق. انا عايزه اقول كلمتين عشان احنا جعانين والله. ابدا. ازاي تبقي انت قاعده في وسط ناس بياكلوا رنجه وانت ما بتاكليش؟ بقول لك ايه، انت بتبداي اكل ليه؟ مش باكل. لا ما بتبقاش باكل. الشوكه فيها لحمه عشان دي يا جدعان برضه فيها خساره برضه يا جدعان. يا جدعان برضه عايزاكم تكتبوا تقولوا معلش يا سميه عشان خاطر انت تعبانه، ما ينفعش تاكلي حاجه. ما بعرفش النقط دي بعد كده. شيلوا الراس بس. اي مضاعفات. لا طبعا. عشان هاتوا طبق يا سميه. هاتوا طبق. احنا جعانه جدا يا جماعه. ياسمين مستفزه الصراحه. يبقى عماله تاكل. يا رب تخسري. يا جماعه انا جعانه. ايه؟ فصصي؟ اه. اي طبق. نحط في القشر بس. ولازم الخمس ترغيفات يخلصوا. تمام الحمد لله. لو فيها لحمه بعد اذنك شيليها. ناس تاكل وناس تقعد تبص. والله ما فيها لحمه. شفتها؟ اه بص انا شفتها. يا جدعان انتوا متخيلين تاكلوا خمس ترغيف على رنجايه ليه؟ يا جدعان ينفع اخد حته طيب على نفسي؟ لا لا. اساسا حط طحينه بقى. وريهم الطحينه يا سميه. روحي وريهم الطحينه. قول لهم هو الشيف كون اللي عامله. حطيها يا سيدي. هما جايبيني هنا النهارده عشان يغزوني بالطحينه
وبالقوطه وبالرنجه وبالحاجه الساقعه. اتفضلوا يا جدعان. ما مرتهمش ليه طبق الخلطوطات اللي احنا عاملينها دي؟ حاضر اوريهم كل حاجه. صحينا اهي يا جدعان. على فكره يا جدعان انا ماليش في الرنجه. يا جماعه اسمه والله العظيم بجد ما بتحبش الرنجه خالص. والله انا بعشق حاجه كلها كده يعني احب اكلها يعني اللي هو بعد ما تاكلها تقول لك مش بحبها. الحاجه ما بتورمهم يا جماعه انا بحب اول جلد بتاع ورم الطبق يا سميه وهي يا جدعان تمام. بحب الجلد قوي بتاع الرنجه بجد. خدي يا في ناس ممكن تاكل ليمون كده. بحب الليمون قوي يا جدعان. شويه يا جماعه كده تفصصي الحاجه الساقعه يا جدعان. انا عشان الشوك. طب ما انا ما بعرفش. انا جاي النهارده يعني عشان اوريك كل حاجه. ازاي يا جماعه اسماء دي ست بيت؟ عشان هي ما بتعملهاش يا جماعه. ما بعملهاش مش مشكله وجوزي ما بياكلهاش. اتعلمي يا حبيبتي اهو. طب انا باكلها ازاي يعني ازاي؟ يا جدعان ايه العذاب ده؟ طب انا يا ملك انا وانت زي بعض. خلينا انا وانت زي بعض. طب والله العظيم ملك فصصتها حلوه. ايوه فعلا بتاعت ملك حلوه. حطيت انا كده انا اما حطيتها زي ما هي. بقول لك يا سبحان الله عليك وهو متفرج على الفيلم يا جدعان. انا بقي اصلا مهري من ساعه المصر مش مستفزه ولا عامل. فمش عارفه اكل ولا احس ازاي. انت صح هتفضلي سكس 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 ما خلاص. ممكن هحكي يلا بقى انا جعانه. طب كان زي الفيلم. زيت نسيت الزيت يا جدعان. نسيت انا بحب الزيت كتير قوي يا جدعان. طب انا مش هتحطي طحينه؟ حبه صغيرين ما بحبش الطحينه قوي. هي باكلها بالشوك كده؟ وسع بقى وسع وسع. هاتي الزيت. يلا ياسمين انا حبه. هاتي الزيت. ايه ده؟ انا لقيتها كلها مع بعض. طحينه. افتح الكنز بتاعي. يا بنت اللذينه مش عارفه حلو ولا غلط. انا ازاي الطحينه بعد اذنك؟ انت فاشله. هاتي يا اسماء. شفت الظلم بقى يا جدعان؟ حطي يا ملك حطي. عاوزه يا ماما احط لك الطبق. بس عبيط شكرا بارسيكا. طب افتحي له النبي. عايزه زيت يا ملك؟ حطيه. داري بقى الحاجه كده. انا عايزه شطه شويه شطه عليها. اوعى ريحه اسمها زيتنا شطه. لا الفلفل حلو. انتوا جايبين تعذبوني النهارده. الفلفل حلو. بقول لكم يا جماعه الاكله دي جامده. يا جماعه انا على نفسي بحب الليمون اهو. هاتي حته الداخل الليمون مش مفتوح ليه؟ انت هتراجع بالسكينه. هات سكينه. هات سكينه. هات سكينه يا محمد. والخمس ترغيفه خدي الخمس ترغيفه. تعالي يا سميه بعد اذنك. احنا هنبدا اكل مالناش دعوه بيه. ايوه. ما فيش الكلام ده. طب ما انت عماله تاكل كده. انا قلت سميه عدت قدام الكاميرا. ايه ده؟ عدت جامد. يلا لا ثواني. ايه يا ملا؟ لا هو التحدي. ياسمين تاكل حته رنجه بتقول لك عادي. اداري حاسب الكاميرا بعدين. خدامين لنا حضرتك. اتفضل معلش. اداري؟ يعني اعمل ايه؟ انزلي بقى من تحت. ماشي تمام. على فكره احنا حلاقه. بصي يا جماعه معلومه يعني. انا اختي جوزي بصراحه يعني اللي قالت لي حاولي تكتري الليمون في الرنجه عشان ما تشربيش ميه كتير. انت يا صاحبي توصلها بطريقه غريبه. لا كده. لا هي ناشفه. الرنجه بتاعتك تشد تشجع بصراحه. بجد والله. والله. وبتاعت انا لا. بجد حتى عاوز شطه؟ انا عايزه ليمون. حتى عاوز شطه؟ دي جت من مني. حد عاوز شطه؟ انا عايزه ليمون. ولا يا جماعه عشان هناكل بقى. بس انا عامله لي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. استني بس يا بسم الله الرحمن الرحيم. الدخله الجميله دي والعيش بتاعه قدامي. الله الله الله. خدي ده بقى حطي تحت. ما عشان انا هفصص. عايزه افصص. العنب الراحه يا جدعان عشان سميه. لازم نعزمها بقى. الله معرفش اعصر الليمون. انتوا عارفين طبعا ريحه الرنجه يا جماعه بتبقى عامله ازاي بصراحه. انا عامله نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاكل. لا وانا هاكل. براحتك بقى يا ملك. ملك اللي بتخسر. عيب ما تقولوش كده. خمس ترغيفه يا ملك. الرنجه خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ هو الشوك انتوا بتخصصوا الشوك؟ يا نهار ابيض عليا. مال البصل. يا رب يا حول الله يا رب يا حول الله يا رب. طب ايه يا جدعان مفيش حاجه ليا؟ انا دي فظيعه. اسماء اسماء يا اسماء انت سامعاني؟ رشتي؟ يا سالي بعد كده
توعظ المره اللي فاتت خدناك وديتك ده في المستشفى. جماعه سميه هنا في مره والله العظيم بتكلم بجد، كانت واجهه كانت رنجة عندي وفجاه لقيت لك نايمه على الكنبه تعمل كده رجلين بس بتتعمل كده ومفيش صوت ولا اي حاجه. سبب بتحسبها بتهزر يا بنتي يا سميه. يا بنتي يا سميه في الاخر يا جماعه اصلا هتقل وتعبت الشتا اللي فات. طب بقى مش عايزها. لا ممنوع البنج خالص. حياتي حد عملها. حطيت لي حته خضه وبدات اصوت في الشقه هنا ونزلت الشارع بقيت اصوت في الشارع. طب وبعدين؟ طب انا طب انتوا جبتوا لي ليه النهارده لما انا مش هاكل معاكم؟ مش هتعذبوني؟ اتفرج علينا. اتفرج عليكم؟ ساعدينا. مساعدكم ايه بس هشجع يعني؟ ما انا عايزين اشجعك شجعيني وانا اشجعك. نعم على نفسك. ما كترتش خالص. ما هو والله كترش. لا ما كترش. لا 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 فلوخ؟ لا رنجه والله. ماليش دعوه انا مع ناس مش هقدر اقول ولا حد. يلا يا وحش الكون. انتوا بتشيلوا الشوكه وانتوا بتفصصوا صح؟ لا هو انا باكلها بسكر. وانا باكلها بسكر. فاشلة. طبعا ده جميل قوي. ادي يا معلم. ادي. حاول تعرف التحدي. واحدة بصوا بتغسلي اختي ليها طريقة بتعمل ايه؟ لما يكون في التحدي بتخبي ايديها عن العيش عشان محدش يشوف العيش قد ايه، ولو اكل تاني بتحب تداري نفسها عشان برضه محدش يشوفها هي كانت قد ايه. انا بحب يا جماعة رنجة الجلد بتاعها المشوي. بتاعت الطحينة وانا بحبها احب اللي منها. بالراحة يا وحش. لا عايشة وقوني من الاكل. ايوه يا بنتي سالتيها زيت يا بنتي حطي زيت وشطه وطحينه. انت كلي وانا هحس بطعم الاكل. كبري لقمتك يا ساي. والمصحف هتخسري طالما معاك اللي بتقدر هتخسري. خليكي براحتك. مالك ما تركزيش مع حد كلي. المصحف بقية شكرا. ده ياسمين يا جدعان بتمسك الرغيف اربع تربع تاخد كل لقمة تاكل فيها ايه؟ تبقى ربع. كل لقمة تاكل فيها ربع. كل لقمة تاكل فيها ربع. في ايه؟ جميلة. على فكرة فكرش يا جماعة. حط زيت وشط. الطبق ده يا جماعة فكرش انا. وانتم عايزين خيار قولي لا. يا بنتي حرام عليك وحطي زيت وشط. يا حول الله يا رب. مراقبة ايه؟ رنجة تحفة دلعة وجميلة. طب انا بقى يا جدعان اكل انا ايه بقى بعد ما هم ياكلوا؟ بامانه اكل انا دلوقتي بص هموت من الجوع اكل ايه؟ كشري. كشري؟ لا مش هاكل كشري. بيتزا. هروح اكل في بيتي. قريب. هروح اكل في بيتي. اجرى. وحش تكون هتكسب. ايه؟ بخرب بيت ما بتخسرش ابدا ما بتتهدش. بابا بعوها. تقعد تخسر تزور تطلع لها شقه تقف في زرة ما تنزلش غير بعد ما هم يكسبوا. عليك يا سمية. اللهم امين. تيجي شقة تقف كده ما تنزل ابدا الا لما هم هيكسبوا. يا رب. بس يا جماعه بدعي لها اهو. يا رب. يا جماعه دعوتي مستجابه. بص مش عاتقه دي ولا بطروخ عاتقه ولا لحم عاتقه ولا جهاد عاتقه ولا شوك عاتقه. الجاب تحت يا جماعه طلعت كلها اكترتها بتروح والله يا عيني بقى. على فكره البطروخ الناشف والقسم بالله بيبقى احلى. انا عارف مالكيش ليه ده جميل والرجاله كلها تتاكل. خد بالك من الوعه دي. طب خد يا ساده خد الناشف ده خد الطرب عشان حته ناشفه بدله حته قصاد حته. خد الطرب اهو. لا انا عايز الناشف. ما بحبش الطرب. خد يا ساده. اقول لكم على حاجه اقول لكم على حاجه انا هاكل واخش معاكم وهوريكم تاني انت برضو تاني لو قدرت ما قدرتش خلاص ماشي براحتي. تفصى تفاصى المصحف انا باكل بصوتها. قسما بالله دي غير بتهزم اربع تعمل لهم او تاكل.
انا وانا لو في تحدي زي كده هعمل كده، يمكن انا بقول كده عشان انا مشتاقه للاكل، بس انا في التحدي يعني ساعات ببقى حلوه وساعات بفوز. يا عيني ايوه يا جدعان بصراحه، اللي انا بحب الرنجه دي جدا جدا. بتاكلي براحتك يا سمكه؟ لا ما تجيش جعب براحتي، هو انا جنب الاسعاف اللي هيشد ده. ما تجيش جعب سالي. ها؟ ها؟ لقيمة؟ سالي دي لقيمة هتدبسي. هو العقاب ايه؟ العقاب بعد ال بعد الاكل. ما كان الناس اللي بتاكل. انا خلصتها اصلا. طب خلاص احنا نزلتها عشان كده بطنك متملي. يا ملا غمس عيش كتير يا ملا. عشان كده. هتخسري. هتخسري. بسم الله ونعم الوكيل فيك. انت هتضربيها بايدك يخرب بيتك يا سمكه. في ايه؟ جالي ارمي فلفل نار. ايوه فاحنا هموت. نفسي تخسر في تحدي واحد بس انا مش هقدر. اسماء يا جدعان يا جدعان ردوا عليا، حسوا بيا حسوا بيا. يا لهوي انت مين؟ على فكره يا جماعه مات بتغشكم. بتعمل ايه؟ الاستياء يا جدعان بالذات في حاجه انت بتحبيها وقدامك ومش عارفه تاكليها ده بيبقى صعب. اكيد اللي هيتفرجوا على الفيديو ده هيحسوا بيا زي ما انا حاسه. قولوا اكتر واحده مين فرحت نفسكم بالله عليكم. هي وهي بالامانه اللي جوعتني وشوقتني ياسمين. بامانه والله عليكم اكتبوا في اسماء. اسماء عامه واحده مين فرحت نفسكم؟ اسماء عامه ما بتحبش الرنجه من زمن الزمن. كنا نيجي ناكلها كانت تقول لك لا مش هاكل رنجه. تحب تاكل كشري حتى لو هي واكله وشبعانه تحب تاكل كشري بتضعف قدامه جدا. لسه عارفه على الله. لكن عندك سالي عادي بتحب الرنجه بس، لكن انا بحبها جدا صراحه. خلاص تعبت. انت بتخبي ولا ايه يا بنتي؟ ياسمين يا جدعان هي اللي هتكسب الموضوع ده. ايه يا معلم ده عليها بق. اسماء قولي قرن فلفل، قولي قرن فلفل حته صغيره. ايوه احس ان انا باكل معاكي. تمام. بصي يا ملك ملك والله العظيم ما ينفع عمال تفكر محمد. بصي يا جماعه المصطفى ملك يلا يا ماما ادخلي على فكره كده بتعطلي نفسك. يلا بسرعه بسرعه عشان اشجعك. يلا ده ابن خبي انا مولى خبي 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 رقص حرام. وليه تخسريني؟ لا 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 محمد رسول الله نفسي تخسري. بعيد عن فلفل. يا رب يا نهار اسود. ايه يا اسماء انت لسه بدري؟ بص باكل بالشوك مش عارفه اخصصها. اسماء اصل خلصت العيش ورنجة لسه بتاعتها زي ما هي. اسماء انت غبيه خالص. ده احلى حاجه على فكره يا جماعه ان لسه موفقه. هي شكلها اسماء تسيب لي حته رنجه في الاخر. ايه ماما ده في التحدي ما تسيبش نقطة حباية كده ما تسيبهاش. يعني الأرض لو حبت تزود عيش تزود عيش براحتها. حبت تاكلها حب براحتها. حبت تديها لي برضه براحتها. شيء طبيعي وعادي. عشان شربت حاجة ساعة كتير. عادي يعني نوقف قف خلاص. أنت خسرانة. يلا يا ملك. يلا يا مين يا مين. يلا حاكي. ده أنا لسه. سوسة. كلكم زي بعض أصلا. يا ام ربع انت مالك لسه يا ام ربع. عشان انا قلت لكم سلفتي دي لقيمه. يا لهوي يا جدعان والمصحف لقيمه لقم. اول مره اطلع في فيديو واشوفها بالطريقه دي قدامها ثلاثه من دلوقتي. ما بقاش ايه ده؟ ايه؟ ارتاحي يابا ارتاحي. ما بحبهاش. اقول لك ايه؟ اكل بدلي؟ ها؟ ما بحبش الروش. يا سليمة تعبت تعبت الرحمة شوية. خمس رغيفة يا جدعان صعب.
بصي بقى يا سما ياسمين يا وحش الكور، هقول لك تعملي ايه؟ قسما بالله بتكلم بجد، قسما بالله ما تخافيش. لا حطيها في رقمه دي، حطيها في كده، لا في الرغيف زي ما هو وكليه. على فكره ده غش، عايزين امشيك غشك. طب انت كده هتعوزي عيش تاني؟ لا اخويا حلو، هتتعبي لو خلصتيها حلو. حاسرة عليك يا بنت على صدمتك. عارفة يا جماعة اللي بيتفرج علينا هياكل رنجة. أختي عارفة اللي بتاكل رنجة؟ أنا وحش الكون. أنا زعلانة زعلانة منك. بقول لكم إيه بقى؟ نشرتك كان زي يعني إيه؟ في مية. لا بدل الكنز ميه. ايش ده فرق لازم يخلص؟ ايه؟ ايه؟ التحدي يا ماما. ما حدش قال لي. انا بدل بتاعت امبارح مش بتاعت النهارده. سريعة وليه؟ ايه يا سمين؟ اختي خلصت يا جدعان. طب تعالي معايا انا اخش معايا. فظيعة فظيعة. مش هعرفك يا سمين البطيئة. البطيئة ما بقتش بطيئة، ده احنا اللي بقينا بطيئة. وهي لا. ايه يا سمين؟ اختي يا ماما طلع بقى. ما هتخسري خلاص، شوفي خلاص مش قادره. انت الخسران بجد، بس برضه لازم تكملي. يعني موقف؟ لا ما جبت اخر بصراحه. لا تكملي وانا بكمل اهو. جدع يا عم انا عيب اقولي كده. انا بكمل اهو. خلاص خلاص خلاص، هي ده لسه فيها زي ما هي. نظاري الرنجة نظاري يعني شراب خهلك اشعة فتلة اشعة جلدة كده يا ماما. يا بنت انت مش سهله خالص. انا بس عامله زي ازاي بتخبي بقى، بتخبي لقمه العيش اللي باقيه. يا ماما بتاعك وحش قوي. مالك والله العظيم انت محمد تاني. هاتي هاتي اكلها بعد كده مش هنوقفك هنا تاني. لا مالك بعد كده ما ينفعش بامانه. انا عملت احنا جايبين اخرنا. المفروض اعمل ايه؟ ايوه معلش. انتوا مش عايزين بتاكلوا. كله هيبان. كل بقى دول الصغننين دول ما تسيبهمش. لا ما بحبوش البطريق. بطريق؟ لا هما ما بحبوش يبقى خلاص يا جدعان. لا ما هما برضه مش بيحبوك يا ولد. لا ده غصب عنك. لا ما بحبوش. على فكره انا ما بحبوش. حلو حلو. انا بتاعي طارق. الشكل هو اللي بدقه. كله انا كلتها. عشان هو اللي اتبعه قلت له مش عارفه كلتي؟ خلونا نقف متعذبه. اما لو قلت كلتي ما كلتيش. لا اكله؟ لا خلاص يا سمكه. فظيعه. خلاص يا جدعان خلاص حسوا بيا. انا اصلا الحمد لله انا خلصت. والبطاريه بتتاكل. بطلي هبل يا سمكه. ايه؟ والله العظيم بتتاكل. ده لو كتاب العقله. ما بقاش يا جماعه خلاص. انا هغمسها من حاجه الساعه. غمسيها تاكليها كلها لحم يا جدعان كلها لحم. تاكليش الجلد يا اسماء؟ لا فيها لحم. هاي الولد بتريد تتعذب اقسم بالله. تمام انا بتعيط ولسه بعيط في العقاب. يعني ما تستعجلش قوي في العقاب بتاعك. انا بكفي الاكل غير الذوق. يا جدعان حتى سندوتشين جوا. ما انا ممكن احط الرغيفين في بعض عشان تقدر اللي هي تسبقهم في الاكل. بس للاسف ده بتاع الاكل يا اختي. ايوه طبعا بيخلي الحركه جوه بطيئه مش سريعه. بص يا شيخ لا ماشي جلد والله البطروح. يا جماعه انا خلصت الخمس رغيفه
وطبق ولا يا جدعان انا خلاص مش ريحه البطرونكه اتغلطنا افتكليها طبعا بقى والله ليها يا لهوي يا بنتي يا منى بتعرفي تكسبي اسماك جماعة سمية أنا خلصت ونحيي وحش الكون أول واحدة هي اللي خلصت معانا نحليها يا جدعان إيه يا ماما إيه خلصت إيه أما ده إيه كان زي تبع التحدي أه عادي مش ضرب ده كويس هما ليك دلوقتي بجد بكرة قالت لك في الآخر وأنت اللي خسرت يا ريتنا يا ريتنا أول واحدة بقى كانت هتكسب شوفي الكرزاية لسه فيها ما فيهاش غير اللومة دي طب ما فيها اللومة دي يا ماما مين يا لهوي يا سلام على فكرة زقزقوا اتغابت في الحتة دي لما قالت اللي الكنز مع التحدي تمام كانت قالت في الآخر عشان كانت ياسمين هي اللي خسرت بس هي استعجلت في الكلام يا جدعان بسرعة ادي بسرعة بابا مش عايز اتبلع معلش ما انا لو ينفع كنت ساعدتك مش قادرة يا جماعة انا معلش ساعدتك يا احسن يا رب مالك هتشرب حاجة ساقعة لا 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 كل واحد مع نفسه بصي البنت ولامها تقولي بطنها مش تعبانة بقول لها احسن بتعبي شبرة بحسب بقى بس ما خلصتش خلاص زي خد البق جدعان ده عامل المدرخ مش عاجب مالك ايوه ممكن تجرشيه اصلا في اول الاسبوع عامل فوق معلش مو لازم يعمل فوق لو عندك لحم كل لحم اهي خلاص يا جدعان يا ملك ما بتاكلش البطوخ ازاي يا ملك وريحه في يا ملك ريحه ولا ايه ولا كان معاك سالي سالي هو كله بالعيد ايه طب ما نحط دول معاهم ابلعيه وابلعي بقى حاجه ساعه العيش معاه ايه ده ده يلا وقعت ابو بطنه معبش بلاش ليه ده مش بابا الزبيب اه مش قلت يا جماعه نور اسود بطني خلاص يا جدعان انا خسران منك لله يا سمية الحمد لله انا خسران يا بنت انجازي يا سمية لسه انا خلصت يا لهوي يا جدعان على الخبال يا بنت مش قادر بال عليك طب براحتك يا الهي تخسري يا رب يا جدعان حتى الخفين على بعض حرام عليكم يا ربنا العقاب صعب هو ايه مش هقول لك عليه دلوقتي ما فيش شيء ما في صار الراجل هتاكليه ايه بول يا جدعان ليه بتعمل في السنان كده زي فوق كده يلا يا سمية انت خسرت كده خلاص مين يا جدعان كان ورا وحش لا كون فاضل سالي يلا ما شاء الله ماشي خلصتي يا اسماء هي قالت خلاص خلصتي لا خلاص خلاص هي تاني واحده كسبت معانا وانا ماشي فوق اهو ياكل شوف سالي ما تكملي يا ماما الحاجات خلاص لا انا باكل اهو من الحاجات خدي حبيبتي خدي ودول حقه ده بقى ومالولة هي اللي كسبت ورا اسماء القمر ده تمام تنسيش اسمه ولا ايه نسيت صراحه استك نسيت اسمي كنت اللي جبت كنت اللي اشتيا نسيت المصحف نسيت اول مره تقولي القمر ده مين القمر نسيت اساميهم مين القمر ده الله يخرج له ماشي وسلولة هي اللي كسبت ورا مين موجودة يا جماعة زعزيق وانت عارف ان انا هخسر بكل شيء واحدة تحية سلولة يا جدعان الخبيثة وملك هي اللي خسرت معانا التحدي والعقاب هو اللي هيبقى عشان نستنى يا جدعان ايه الظلم اللي احنا فيه ده؟ يلا ما حيقولوا بقى لو انا اول واحدة والله يا سمية تمام تمام لا حيقولوا هم حيقولوا نفس ايدينا يلا طيب هنقفل خليكم معانا انا لسه يا جدعان وطلع هنا عشان التحدي ده نار بس انت ما يعني بعد الرنجة من بقي البطروخ اصلا عامل في اسناني وانا بحاول ادور على رنجة عشان اضيع ورجعنا معاكم يا جدعان تاني انت وشك مش باين ولا ايه؟ يا جدعان وشي باين اهم حاجة يا امي اسمعوني ايوه استنى طيب ماشي انا ما عملتش حاجه ورجعنا معاكم يا جدعان في العقاب وهيطلع معاكم
اقسم بالله يا جدعان مالك اختي بتعيط. ايوه والله العظيم بتعيط بجد. وهي صعبانه علينا بس معلش احنا لازم نقفل. هي مش عارفه العقاب ايه يا جماعه. يا جماعه كده عارفين اللي احنا العيله اللي فيها مكفيها احنا اي عقاب بيبقى صعب ولازم نكون احنا قده وبنعمله. فمالك عشان كده عماله تعيط زعلان. مش عارفه خايفه. بقى غدا لسه مش عارفه هو العقاب عن ايه. اه وجابها دي مش عارفه بعد ما نغمي عينيها هي هتحس لوحديها ايه هو العقاب. هي عماله تعيط قلنا لها مش هنقول لك اي حاجه. مادي عيني اللي كل اللي شافته بناها شافت الطلحه بس انها اتصبت عليها. يلا واحد. طب هو ايه العقاب؟ بعد ما تغمي عينيك هتعيط تاني؟ خايفه قوي. والله يا جدعان كانت بتعيط بس مش عارفه كانت بتعيط. خطر جهلها. ما تضايقش قوي عشان عندي تنظيم بالراحه يا اسماء. انت شايفه؟ انا شايفه حاجات بتعمل كده قدامي. ده مضلمه. انا حاجه الحاجات دي مش لا ده الحاجات يا جماعه بتضلم. كعب مش ايه عقاب مش هزار. عقاب ضرب نار. يلا يلا سقفوا معايا. عقاب مش هزار. عقاب ضرب نار. يلا بينا على العقاب. يا ليل يا ليل يا عام يا ليل يا ليل يا ليل عقاب يا ليل. هو العقاب ايه؟ انا هقول عليه. هو العقاب ايه؟ انا هقول عليه. يلا يا جماعه معلقة. يا ليل يا ليل على فكرة عقاب يا ليل يا ليل يا ليل عقاب يا ليل يا ليل يا ليل. مش عارفة انتوا شايفين ولا لا؟ اكيد لا. استنى اكيد لا. ده يا جدعان فلفل لعبة؟ لا يا ريت. فلفل يا ريت. طب ايه؟ شطة يا ريت. بصوا بقى يا جدعان العقاب النهارده يا ملك هو مالاش. شم يا ملك. بس هي هتشم يا جماعه وهتعرف في الاخر. شم شمه كبيره. لا انت ما تجيبش وش بدك. شم بس. شم قوي. لا شمي. شم هو ايه ده؟ شم انا راحت تراب. تراب ايه؟ شمي. اكيد عرفتي يا ملك من ريحته. ده كمون؟ لا ده انت كده فاهمه. لا متي ريحتي فاشله. لا بقى فوق وجعك. الشطه لا اي حاجه. يلا شمي. اه يا اسماء انت كده قدام الهلم. اه يا اسماء عايزين منك ست عطسات. ست كتير. ست عطسات كلام عن البحر. مش انا بقى بتطلع بقى يا جماعه. الاخيره عندي اعملي فيها. يلا اهي شمي شمي. لا يا بنتي طبعا مش قادر. شيء خليها تشمي وقتك. ما تلومي انها ست عطسات. لا يا اسماء كتير. ست عطسات حرام يا جماعه. هي بس تشم. لا لا بس مره واحده. انا مره واحده زي ما تيجي ورا بعض. جت يا رب. جت خلاص جايه اهي جايه جايه. طب عيلتها بالحبطه طالما جايه. روح هو شمي شمي شمي. السلام عليك يا سيد. مناخيري مناخيري حد يعملي فيها. يعملك ايه؟ لا طب على فكره خلاص كده مش هتعطس ولا ايه يا جماعه؟ اعطسك انا اديك دمه كده. يومها طويل يا جدعان. بقول لك ايه؟ مش هتعطس؟ استنى هاتوا يلا تاكل فلفل اصفر. هي مكتومه مكتومه من فوق. هي مكتومه عليها بقى. لا 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 خليها تشم. لا 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 بقى كده عرفت الريحه يعني. هي جهله للدرجه دي. اوبا يلا يا اما تاكل. اهي يا جدعان اعملها خطابين. اهي يا جدعان. اه يلا يا مريم. ايه ده؟ هو ده العقاب؟ لا اما ده لا اما ده. استني بس من خير تاكلني من جوه. ده عليها دمعت وعيطت. لا 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 عقاب صعب. عامل عيني عامل عيني. عيني هتعتز هتعتز. مش هتعتز هتعتز. يا جدعان من خير تحرقني. هاتي كده يا سالي هاتي كده. شطة يا سالي. على فكرة سالي يا جماعة هي اللي بتخليها ترجع ورا. سالي والله. يا سالي. أيوة. امسك ايديها يا سمي. بقول لك ايه يا ملك بص بص خليكي معايا. شيل الشنة
وبصها في اللمبه هتلاقي نفسك عطستي. طب والله بجد ما تركزيش مع حد من القعده. اه شدني جامد جامد قوي قوي قوي. انا اخر ما عندي اخر ما عندك تاني شدني. يا جماعه ولا اي حاجه معاها خلاص يلا معلقه وقت الشطه مراخيل بتحرقني. هات الشطه هات الشطه انا الشنطه بس. لا ما تخلاش اكتر لما وقف الياسمين كده بس بعمل التويل بس بقى. لا 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 شطه عليا ياسمين مش اهم يا جماعه. حرام عليكم مراخيل بتحرقني والموت. شطه وفلفل يا جماعه يعني بعد ما شمت بصراحه تاكل اعتصم وخلاص مش عايزه اطلعي. اعتصمي انت عاوز ماسكاها انا هعزك انت بتش لا ما تعرفوا انتوا مركزين معايا انتوا مركزين ما بين تحرق يا بنتي كل المعلقه دي وخلاص. هاتي على فكره انا اللي هعطس اعطس مكانك. اسمع ما لا منوم لا على فكره شنبي بيحرق ريحته صعبه ما بالك بقى. على فكره اقول لكم مرقه عشان هي عندها برد. اه قولي يما عارفه بقى عايزه فعلا تعطس. قلت لي انا قطنا قلت له المنديل ده انا خلي بالك تعطس. طب والله العظيم اسيب المنديل ده. هتعملي ايه؟ اسيب المنديل ده. حرام عليكم والله يا صاحبي. حرام عليكم حرام عليكم اختي استغنانه. عندك ودانه يا ام محمد؟ لا يا ام شيرين. لا اختي يا ياسمين متوحشه. حرام عليكم خليني اهو. ما عرفتش تعملي عمليه قبل ما اخرج صح؟ ايه؟ ادخليها؟ سجل المنزل خليه معاكي. لا ولا خليكي تعطسي. اه عشان الشمه وجعتني يا جدعان. مصحف نار نار يا حبيبي نار. حرام عليك والله. وريني. لا لا خلاص شبابي بتكبر. وريني بس بتكبر ازاي وريني. اه وانا شربي نار من شمه واحده. نار نار يلا يا ملا. تعالي انا السفرة السفرة وحش الكل. استني استني اتصل عليكي والمصحف عليكي. بس ايه هتعطس؟ لا مش هتعطس. هتعطس والله سيبي. ايه ده؟ البني ادم لا الضبعة ده احساس ورحمة. الضبعة ده الشطة. حرام عليكي ياسمين اقسم بالله. الحق سالي هتتصل؟ على فكره هيوجعك بس يا جماعه هتتصل والله. يلا يلا سيبوها. لا لا سيبوها هتتصل. بصي الموضوع عامل ازاي؟ يا بنتي مش هتتصل عشان عندها برد. معلش معلش حرام عليك. ده انا عيني اللي هتتصل. حرام عليكم هتتصل. مش اخوات صغننين. كل معلقه تلفون في الاصمات. ما انا كل يوم بعطس مش معنى واقفه دلوقتي. يلا يا محمد اطلع حبه ميه. يلا يا مس يلا معلش يا جدعان. طب هي مالي معلش معلش ده كله عشان الشن بس وعيني عيني. يلا 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 طب انجزي وقت. يلا يلا عشان طولنا عليهم. يلا يا عم يا جمل. يلا يا محمد هتلاقي كوبايه ميه. يلا عم يا جمل يلا 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 قدام الناس. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا مش هتحسي بيها يا لئيمة برضه. ايه يا شوية هي في الشن وبجد حتى ما عطستش. ويا جماعة انتظروا مننا فيديو ان شاء الله. ده احلى تحية عليكي يا زينب عشان انت وشك حلو عليا الصراحة. وانا يا رضوى
احلى تحيه مننا ليك يا شعب، بنحبك قوي عشان انت معانا من اسوان. وربنا يطمن على حملك على خير يا رب، وانت كل مشتاق يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ونشوف وشك على خير ومع السلامه. النظر مننا كاس وجديد ان شاء الله. باي باي. باي باي.